زمن بعيد جدا كان هناك رجل غني وله فتاة جميلة تدعى سندريلا. وبعد وفاة أمها تزوج والدها امرأة أرملة، وكان لتلك المرأة ابنتان قبيحتان المنظر، وكانت الفتاتان تغاران جدا من جمال سندريلا لأنها أشد جمالا منهما، وكان أبوها يحبها كثيرا. وكانت زوجة أبيها تجبرها دائما على خدمتها هي وابنتاها قبيحتين، في حين أن بناتها كانتا تقفان أمام المرآة لساعات، في حين تقوم سندريلا المسكينة بالغسيل والكنس والطبخ وكل الأعمال الشاقة في المنزل، حتى أن سندريلا المسكينة كانت تحمل الفحم الحجري إلى الموقد، ولم يكن للمسكينة الوقت حتى لتعتني بنفسها كباقي الفتيات. وذات يوم قرر الملك تزويج ابنه، فأرسل بطلب لجميع جميلات المدينة من فتيات ونساء لحضور الحفل الضخم الذي سيتم إقامته بقصر الملك نفسه، وذلك ليختار الأمير من بينهن عروسا له تشاركه بقي حياته. وفي ليلة الحفل الكبير المنتظر، كان دور سندريلا المسكينة هو مساعدة الفتاتين في ارتداء ملابسهما وتصفيف شعريهما، في حين أنهما كانا يسخران من ملابسها الممزقة القبيحة. وبعد أن غادر الجميع، جلست سندريلا على أحد الكراسي تبكي على حالها، وإذ بها تسمع صوتا يقول لها: لما تبكين يا سندريلا؟ فقفزت سندريلا فزعا على قدميها، وإذ بها تتفاجأ من رؤيتها لامرأة عجوز تقف أمامها مباشرة وتبتسم لها. وطلبت تلك المرأة من سندريلا أن تحضر لها قرعة وأربعة جردين، وبلمسة سحرية من عصا تلك المرأة العجيب، إذ بالقرعة تتحول إلى عربة في قمة الفخامة، والجردان الأربعة إلى أربعة رجال ذو ثياب لا يبدو عليها بأنها من كوكبنا لجمالها الشديد. وبضربة سحرية أخرى على ثوب سندريلا، تحول على الفور إلى فستان لم يرى مثله من قبل، تزينه اللآلئ والدرر. وعلى عنق سندريلا ظهرت أعجب المجوهرات وأكثرها جمالا، وتحول الحذاء الممزق إلى حذاء من الكريستال الفاخر. لم تعرف سندريلا ماذا تصنع لتلك العجوز الجميلة، إلا أنها شكرتها كثيرا على ما قدمته لها. وصعدت سندريلا العربة السحرية وطلبت منها العجوز أن تعود إلى البيت قبل 12 مساء، لأنها ستعود كما كانت من قبل. وبمجرد أن وطأت قدما سندريلا أراضي القصر، وقف الحضور لجمالها في صمت عجيب، وهم يشاهدون الأمير ينحني لسندريلا طالبا منها الرقص معه. ولشدة جمال سندريلا وطلتها العجيبة لم تتعرف عليها الفتاتان القبيحتان حتى، ولكن ظل يحدقان بسندريلا في حقد وحسد، وظلت تتمايل وترقص مع الأميرة طوال الليل، حتى أنها من فرط سعادتها نسيت مسألة الوقت تماما، حتى تفاجأت بالساعة تدق 12. تذكرت سندريلا كلام العجوز الطيبة واضطرت للمغادرة على الفور، وتذكرت ما سيحدث بعد هذا التوقيت لها وهي لا تريد أن تظهر أمام الحضور بثوبها الرث الممزق، فاعتذرت من الأمير وغادرت مسرعة على الفور. ولسرعتها الشديدة أثناء نزولها الدرج تعثرت إحدى قدماها وفقدت إحدى حذائيها، فالتقط الأمير فردة الحذاء الكريستالية. وما إن وصلت سندريلا إلى بيتها حتى عاد كل شيء كما كان سابقا. وفي اليوم الموالي تماما، أرسل الأمير حارسا يجوب كافة المملكة بحثا عن صاحبة فردة الحذاء. وحينما وصل حارس الأمير إلى بيت الذي تعيش به سندريلا، حاولت كل من الفتاتين إدخال قدميهما داخل الحذاء لكن بدون جدوى. وحينما طلب حارس الأمير أن تجرب سندريلا، اعترضت الفتاتان وأمهما، ولكن أصر الحارس لأنها أوامر الأمير. وبمجرد أن وطأت قدم سندريلا الحذاء، إذ به يلمع ببريق عجيب. وأخبرت سندريلا الفتاتين بأنها من كانت مع الأمير في تلك الليلة. وبعدها أخذها منادي الأمير
وعاد بها إلى القصر حيث يجلس الأمير بانتظار الأخبار. وحينما رآها الأمير فرح جدا لعودتها، وقام حفل زفاف لم تشهده المملكة من قبل، وتزوج الأمير ساندريلا وعاش سعيدين.